السلام عليكم، مساء الخير على أحلى متابعين جيمس سوبربان اكس ال الشاصي الطويل موديل 2006، راح ينزل في مزادنا لمدة 4 أيام يا إخوان. طيب نجيكم للمواصفات ولا للصبغ؟ أول الصبغ عندكم بالجهاز يعطينا قراءات طبيعية جدا، صبغ الوكالة، عدا الجزئية هذه يا أخوان اللي هي أسفل الرفرف الخلف اليمين، هذا الجزئية يوجد فيها معجون ويوجد رش في الجزئية هذه يا أخوان فقط. باقي السيارة يعطينا قراءات طبيعية، طبعا يوجد بعض الملاحظات من الدقات الخفيفة، الخدوش، بنوريكم جميع الملاحظات. هنا الجزء الخلفي زي ما تشوفوا، هنا النقرات الصغيرة هذه والخدوش هذه في الشنطة يا أخوان، زي ما تلاحظوا هنا أيضا. كرومات الصدام سليمة، لا يوجد صدى أو تآكل أو أي مشاكل. عندكم الجزئية هذه سليمة، لا يوجد أي ملاحظات. عندكم باب السائق هنا في الديكور، الباب الديكور السفلي زي ما تشوفوا هنا، هنا أيضا، هنا كذلك زي ما تلاحظوا. هنا كذلك زي ما تشوفوا النقرات الصغيرة هذه، أيضا في الكبوت بعض النقرات زي ما هو واضح في الفيديو قدامكم. هنا عندكم تبهيد خفيف في كروم الصدام الأمامي، يحتاج تلميع، أموره طيبة، الشبك الأمامي سليم، لا يوجد أي كسور أو مشاكل. هنا كذلك يوجد بعض النقرات الصغيرة. بالنسبة للمواصفات يا أخوان، الماكينة الكبيرة أو الحجم الكبير اللي هو 6 لتر، عندكم الجير اللي هو 4L80 الحجم الكبير، أيضا الدفرانس الحجم الكبير 8 مسمار. طبعا السيارة فيها دبل خفيف، دبل ثقيل. عندكم يا إخوان أيضا الرجال مركب عليها جهاز اللي هو حساسات الهواء حق الكفرات، هذه راح نوريكم الجهاز داخل السيارة. البطانة اللي هي الخلفية الجهة اليمين، عندكم الكسر هذا زي ما تشوفوا، البطانة باقي البطانة نظيفة ما فيها أي ملاحظات أو مشاكل. الآن خلينا نوريكم الداخلية. أنا أفتح. طيب يا أخوان الآن بنوريكم الداخلية. عندكم ديكور الباب الخلفي، هنا يوجد الملاحظ الصغير هذه أو القطع الصغير في ديكور الباب الخلفي، باقي الديكور تمام، لا يوجد أي ملاحظات. هذه الداخلية يا أخوان، طبعا المقاعد مخمل ما عليها تلبيسة أو تنجيدة أو شيء، هذه هي تنجيدة الوكالة، لا يوجد أي أثار للاستهلاك أو القطع في المقاعد. عندكم هذا السيت الخلفي الصف الثالث، أيضا نظيفة، لا يوجد أي مشاكل. السقف أيضا يعني أموره تمام، لا يوجد أي هبوط في السقف أو تقطيع. عندكم ملاحظة بسيطة هنا زي ما تلاحظوا يا إخوان، هذه فقط. نوريكم الجزء الأمامي الآن، هذا ديكور الباب الأمامي، لا يوجد أي ملاحظات. عندكم تبهيت بسيط هنا زي ما تلاحظوا في اللون الأسود حق الديكور. هذه كتيبات وكتالوجات الوكالة يا إخوان، جميعها موجودة. هذا ستيكر الدرج، طبعا طفاية الحريق موجودة. الديكور الأمامي أو الطبلون سليم. عندكم هنا بعض الخدوش البسيطة جدا، لا يوجد أي كسور أو أي ملاحظات في الطبلون أو الديكور الأمامي. خلنا نوريكم الشنطة وبعدها نوريكم ديكورات الجهة الثانية. هذه الشنطة يا أخوان، طبعا هذه فرشة الوكالة وشبك الوكالة موجود أيضا. عندكم هنا في الديكورات بعض الخدوش الصغيرة جدا زي ما تشوفوا هنا،
يحتاج لها تلميع أو مسح ممكن تروح زي ما تلاحظوا هنا ربل الشنطة سليم يا أخوان لا يوجد أي تقطيع فيه. أيضا ربلات الأبواب جميعها شيكنا عليها زي ما تلاحظوا نظيفة جدا. هذا ديكور الباب الخلفي الجهة الثانية لا يوجد أي ملاحظات أو مشاكل. أريكم جهة السائق هذا ديكور باب السائق يا أخوان. عندكم أيضا ملاحظة هنا التبهيت في اللون الأسود للديكور اللي هو مفتاح الشبابيك. هذا زرار الدبل هنا سويتش النور. هذا عندكم الكشافات الأمامية المساحة الخلفية. عندكم أيضا التحكم بالفرامل والبنزين شغالة والسيت أيضا كهرباء يا أخوان شغال. شغل لكم السيارة الآن بسم الله. نريكم ممشى السيارة أخوان اللي هو 159,450 كيلو. السيارة السعودية أخوان على ألوحات سعودية مجدد. هذا زي ما قلت لكم اللي هو جهاز ضغط الهواء حق الكفرات زي ما تشوفوا في الأربع كفرات الجهة اليمين واليسار. عندكم شاشة كاميرا خلفية المكيف شغال يبرد القزاز جميعه يعمل ينزل يطلع بدون أي مشاكل. هذا الدرج هنا تكاية لا يوجد أي مشاكل أو ملاحظات. الآن نوريكم الماكينة. طبعا مثل ما ذكرنا يا إخوان الماكينة فورتيك أو فورتيك زي ما تحبوا تنطقوها 6 لتر الحجم الكبير. هذه الماكينة يا إخوان طبعا راح نرفع السيارة على الرافعة ونوريكم حالتها من أسفل وراح نذكر جميع الملاحظات في التقرير. هذه بطانة الكبوت. الآن راح ناخذكم لفة سريعة في السيارة نوريكم اللمبات والفليشر علامات اليمين واليسار. أمسك او عمود الدركسون الداخلي في صوت طقطقة اصحاب الجاموس يعرفوا هذا الشيء كذا راح يفهمون ويحتاج تغيير الوصلة الداخلية او ما يأثر في السيارة يعني. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اللي عنده اي سؤال اي استفسار يتواصل معنا ويعطيكم العافية.